الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في كتاب الطهارة. وقد تحدثنا في الدرس السابق عن مفهوم الطهارة لغة ومفهومه شرعا، فقلنا أن الطهارة لغة هي النظافة، وأما شرعا فهي استعمال طهور مشروط بالنية كما وصف سلام عليكم كما وصف الماتن الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه، كما وصفها بتعبيره. ثم تحدثنا عن عما خرج من هذا التعبير، وهو ما ذكره الشارح من أن ما خرج منه بسبب قيد مشروط بالنية إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغيرهما، لأن النية ليست شرطا في تحققه. صفحة 27. وحينئذ ففيه اختيار أن المراد منها ما هو أعم من المبيح للصلاة. هنا الشارح يقول أن في هذا التعريف الذي استخدمه الماتن فيه احتمالان في هذا التعريف. ما هو التعريف؟ استعمال طهور مشروط بالنية. فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد من هذا التعريف ما هو أعم من المبيح للصلاة. مثلا نوم المجنب أو أكله كما ذكرنا في الدرس السابق، أنه حتى يرفع المجنب كراهة الأكل عن نفسه قبل أن يغتسل يتوضأ. فهنا هذا التوضأ الذي قام به، هذا الوضوء الذي قام به، هل هو استعمال طهور مشروط بالنية أم لا؟ استعمال طهور، الماء بعد طهور ومشروط بالنية، نوى القربة بهذا العمل التعبدي، ولكنه ليس مبيحا للصلاة. فيقول الشارح أنه من المحتمل أن يكون تعريف الماتن هذا التعريف استعمال طهور مشروط بالنية المراد منهما هو أعم من المبيح للصلاة، يعني أيضا يشمل مثل هذا المورد، مثلا يشمل مثلا توضؤ الحائض. الحائض أيضا كما ذكر بالفقه من المستحب لها أن تتوضأ وهي في حال الحيض، يعني قبل أن تطهر وهي في حال الحيض تتوضأ، وفي وقت الصلاة تجلس باتجاه القبلة وتذكر الله تعالى في أوقات الصلاة، يعني مقدار ما كان يتعارف منها أنها تجلس هذا الوقت للصلاة، مثلا تجلسه بعينه للذكر والدعاء وما أشبه. وهذه توصية من وصايا الزهراء صلوات الله عليها للنساء.
فهنا أيضا هذا مثال آخر. مثال ثالث الأغسال المندوبة يعني الأغسال المستحبة أيضا هي لا تبيح الصلاة لنا. واحد يغتسل غسل التوبة مثلا لا تستباح به الصلاة، أما يشمله هذا التعريف استعمال طهور مشروط بالنية. فهذا هو الاحتمال الأول، أن يكون قصد الماتن الشهيد الأول ما هو شوفوا وحينئذ ففيه اختيار، اختيار عن احتمالان. الأول أن المراد منها تحبون وضحوا أنتوا على نفس المتن، لأن هذه العبارة شوية غير واضحة، أو هذه العبارات في هذا المقطع غير واضحة، كثيرين يشتبهون بها. وحينئذ ففيه، هنا نخلو الاحتمال الأول، الاحتمال الأول بين قوسين ففيه اختيار، الاحتمال الأول أن المراد منها أي من شنو؟ من الطهارة. المعلق هم ذاكر رقم واحد إذا تشوفون، أن المراد منها من الطهارة ما هو أعم من المبيح للصلاة. وهو الآن يريد أن يشكل، الشارح يريد أن يشكل، يستشكل على كلام الماتن، فماذا يقول؟ وهو خلاف اصطلاح الأكثرين ومنهم المصنف في غير هذا الكتاب. سلام عليكم ورحمة الله. فإذا يقول الاحتمال الأول أن يكون هذا التعريف شاملا لحتى غير المبيح للصلاة، ولكن إشكالنا ما هو؟ أنه خلاف اصطلاح الأكثرين، يعني خلاف اصطلاح أكثرية الفقهاء، خلاف المعهود عنهم. يعني تعريف الماتن تعريف صحيح ليس فيه إشكال، ولكن الإشكال فقط هو أنه خلاف اصطلاح الأكثرين ومنهم المصنف في غير هذا الكتاب. يعني الماتن المصنف أيضا استخدم هذا الاصطلاح، اصطلاح الطهارة، بهذا المعنى الخاص مو بالمعنى العام، بمعنى أنها هي التي تستبيح الصلاة أو تستبيح العبادة التعبد. هذا هو الاصطلاح الأشهر لدى فقهائنا. فهنا يقول الشارح أن الاحتمال الأول أنه يريد ما هو أعم، ولكن هذا خلاف لاصطلاح الأكثرين، أكثرية الفقهاء، وأيضا منهم المصنف في غير هذا الكتاب، يعني في غير كتاب اللمعة الدمشقية المصنف استخدم الطهارة بهذا المعنى الخاص المقيد. خب هذا هو الاحتمال الأول، وعرفنا إشكال الشارح عليه. الاحتمال الثاني يبدأ من بعد حرف أو، شوفوا بالمتن أو، وين أو؟ أو ينتقض في طرده بالغسل المندوب. هذا هنا الاحتمال الثاني، أن يكون مقصود الماتني من هذا التعريف أي تعريف استعمال طهور مشروط بالنية قصده المعنى الخاص. فإذا كان قصده هو المعنى الخاص وليس العام، يعني المعنى المقيد باستباحة الصلاة، فعليه إشكالات الآن يوضحها الشارح، يسترسف الكلام. ما هي هذه الإشكالات؟ أولا أنه يخرج عن هذا المعنى الخاص الغسل المندوب أي الغسل المستحب. شوفوا أو ينتقض في طرده بالغسل المندوب. ومثال آخر، الوضوء غير الرافع منه، يعني من الغسل المندوب. مثلا مثل وضوء النائم ووضوء الحائض كما ذكرنا،
كلاهما وضوء لا يرفع قيد استحلال الصلاة. لاحظتوا؟ والوضوء غير الرافع منه، يعني من المندوب، يعني الوضوء المستحب، والتيمم بدلا منهما إن قيل به. هنالك قول لدى بعض الفقهاء من أن التيمم جائز مطلقا في حال فقد الماء حتى عوضا عن الغسل المستحب والوضوء المستحب. يعني مثلا إنسان يريد أن يقرأ القرآن، مستحب أن يكون على وضوء، فهو بالصحراء ولم يجد ماء، يجوز له أن يتيمم، يكون ذلك عوضا عن الوضوء، يجزيه. فقسم من الفقهاء يقولون نعم، قسم من الفقهاء يقولون لا، يقولون التيمم لا يجزي إلا عن الوضوء والغسل الواجبين غير المستحبين أو المندوبين. فهنا الشارح يقول والتيمم بدلا منهما إن قيل به، يعني إن قال به بعض الفقهاء. هذا أيضا يخرج عن ماذا؟ عن التعريف الذي ذكره الماتن. وينتقض أو ينتقض في طرده أيضا بأبعاض كل واحد من الثلاثة مطلقة. هذا إشكال ثاني. شنو هذا الإشكال الثاني على تعريف المصنف تعريف الماتين؟ أنه حسب هذا التعريف ممكن أن ينطبق أيضا حتى على أجزاء أبعاض، يعني جمع بعض أبعاض، يعني أجزاء الوضوء. مثلا الآن يأتي شخص فيأخذ الماء ويصبه على وجهه فقط، هذا الجزء يصدق عليه، هو جزء من الوضوء صحيح، يصدق عليه تعريف الماتن أم لا؟ يصدق عليه استعمال طهور مشروط بالنية، هم استعمل الطهور هم مشروط بالنية، وهو الشروع في الوضوء لاستباحة الصلاة، نية القربة موجودة هنا. فهنا أيضا يقول إذا أراد بهذا المعنى المعنى الخاص فأيضا يخرج عنه، أو تخرج عنه مسألة أبعاض كل واحد من الثلاثة، أي من الوضوء والغسل والتيمم. يعني يفترض أيضا أن الماتن يوضح أنه يخرج عنه أيضا عن هذا التعريف الأبعاض، يعني أجزاء الوضوء أجزاء الغسل أجزاء التيمم، لا لازم يوضح، يقول أنا مقصودي فقط الطهارة التي تستباح فيها الصلاة. لاحظت هذا الإشكال الثاني الذي يطرحه الشارح الشهيد الثاني. وينتقض في طرده أيضا بأبعاض كل واحد من الثلاثة مطلقة، يعني سواء هنا مطلقا، يعني شنو؟ يعني سواء أراد من خلال تعريفه الطهور بمعناه العام
الطهارة بمعناها العام أو الخاص، ففي كلاهما في كلا الحالتين هنالك إشكال على المتن، وهو أنه شنو يمكن أن يصدق تعريفك على أجزاء الوضوء، أجزاء الغسل، أجزاء التيمم، فإنه يعني فإن كل جزء من أجزاء الوضوء أو التيمم أو الغسل استعمال للطهور مشروط بالنية، مع أنه لا يسمى طهارة، يعني مع أنه لا يسمى طهارة لكن هو استعمال لطهور مشروط بالنية. فإذا أنت أيها الماتن تعريفك غير دقيق إن أردت به المعنى الخاص أو العام، في كلا الحالتين تعريفك غير دقيق، يفترض أن تخرج منه هذه الأبعاد. إشكال ثالث، هذا الإشكال الثالث أيضا وضحه، يأتي ما بعد كلمة وبما. وبما لو نذر تطهير الثوب ونحوه من النجاسة ناويا، فإن النذر منعقد لرجحانه. أيضا هذا هو إشكال ثالث، يقول أنه لو نذر شخص مثلا تطهير ثوب من الأثواب نذرا شرعيا، قال لله علي نذر أن أطهر هذا الثوب قربة لله تعالى، فهنا هل أنه استعمل طهورا مشروطا بالنية أو مشروط بالنية؟ نعم، ولكن أيضا لا تستباح به الصلاة، فهو خارج عن هذا التعريف، فهذا إشكال ثالث على التعريف. ما أدري من تفتين جيدا أم لا، يعني هو يعدد إشكالات، ثلاث إشكالات الآن طرحها الشارح على التعريف. مع أنه لا يسمى طهارة، وهو جاء بهذا التعريف بعنوان ماذا؟ بعنوان أنني أعرف الطهارة. شنو قال؟ لاحظوا بين الأقواس من قبل صفحتين، الطهارة وهي لغة النظافة وشرعا استعمال طهور مشروط بالنية، مشروط بالنية. فالماتن شنو يقول؟ يقول شرعا اصطلاح الطهارة معناه استعمال طهور مشروط بالنية، صحيح أم لا؟ فهنا يقول هذا خارج عن، خارج عن الطهارة أيضا، الثلاث موارد التي ذكرناها اللي هي المندوبات الأغسال الوضوء وما أشبه، هذه خارجة عن الطهارة لا تسمى طهارة. وثانيا لأنها لا تكون مبيحة للصلاة، يعني إن أراد المعنى الخاص كما ذكرنا، وإذا أراد المعنى العام أو الخاص ففي كلتا الحالتين يخرج عن هذا التعريف أجزاء وأبعاد الوضوء والغسل والتيمم. هذا الإشكال الثاني. والإشكال الثالث قضية النذر، أنه ينذر المكلف مثلا أو ينذر المكلف أنه أطهر هذا الثوب مثلا قربة لله تعالى، فبالفعل يقوم بذلك، فهو إذن طهور، استعمال طهور مشروط بالنية ولكن لا يسمى طهارة أيضا. لاحظت العبارة؟ فإن النذر عفوا، وبما لو نذر، يعني لو نذر شخصا تطهير الثوب ونحوه أو نحوه من النجاسة ناويا، يعني بالنية، فإن النذر منعقد لرجحانه، يعني لرجحان النذر، عفوا لرجحان العمل، لرجحان العمل، يصبح العمل راجحا شرعا، يعني عمل التطهير. ومع ذلك يقول مع هذه الإشكالات الثلاث، ومع ذلك فهو من أجود التعريفات، يعني تعريف المصنف أو الماتن للطهارة عفوا، ومع ذلك فهو من أجود التعريفات لكثرة ما يرد عليها، يعني للتعريفات الأخرى مو لهذا التعريف، هنا قال عليها مو عليه، إذا عليها فترجع الضمير إلى ماذا؟ إلى التعريفات،
في نفس الجملة لاحظوا، ومع ذلك فهو يعني شنو؟ يعني التعريف من أجود التعريفات لكثرة ما يرد عليها، يعني لكثرة ما يرد عليها من إشكالات من النقوض في هذا الباب، يعني في باب الطهارة، تعريف الطهارة. طبعا هنا الماتن شوفوا في التعليق رقم 6 تعليق جيد، يقول عفوا المعلق في التعليق رقم 6 يقول: لفظ الطهارة لم يرد في آية أو رواية متعلقا للأمر. يعني شنو؟ يعني ليس هنالك أمر خاص بالطهارة شرعا، يعني الطهارة ليست عبارة عن عمل خاص محدد الأركان كما هو الصلاة مثلا. الصلاة جاء هذا اللفظ في الآيات في الروايات بكيفية وحيثية خاصة، أما الطهارة فمفهوم عام وليس مفهوما خاصا، يعني ليس له حدود خاصة، وإنما يندرج تحت عنوانه ثلاثة مفاهيم شرعية إنجاز التعبير، مفاهيم شرعية، وكل منها صاحبة أو صاحب مفهوم خاص محدد الأركان. شنو هذه المفاهيم الثلاثة؟ الطهارات الثلاث: الغسل، التيمم، والوضوء. فيقول المعلق، يقول هذه الطهارات الثلاث واضحة لا يتنازع في مفهومها عندنا، يعني الغسل معروف ما يحتاج إلى تعريف، التيمم معروف، وكذلك الوضوء معروف. الطهارة لسنا بحاجة لأن نعرفها، يعني ما يحتاج أصلا كنا يعني ندوخ أنفسنا في كل هذا الكلام من أجل أن نعرف مفهوم الطهارة، لأنه الطهارة مجرد لفظة وصف عامة. المهم أن نعرف ماذا؟ أن نعرف الوضوء، نعرف الغسل، نعرف التيمم. هذه الثلاثة أمور المطلوبة منا. فشنو يقول؟ يقول: لفظ الطهارة لم يرد في آية أو رواية متعلقا للأمر، يعني أمر خاص بالطهارة، حتى يتنازع في مفهومه، ما نحتاج، وإنما تعلق الأمر بمصاديق الطهارة من الغسل والوضوء والتيمم، وهذه المصاديق واضحة المعنى عند المتشرعة. المتشرعة يعني الذين يتعبدون بالشارع ويفهمونه، وهذه المصاديق واضحة المعنى عند المتشرعة، فلا معنى للبحث في مفهوم الطهارة حينئذ، ولذا حذف من كتب المتأخرين، يعني من كتب متأخري الفقهاء بعد لا يشغلون أنفسهم في تعريف الطهارة كما فعل المتقدمون ومن أمثالهم الشهيدان الأول والثاني رضوان الله عليهما. صار معلوم هذا الجزء؟ زين. والطهور بني هو خاش عندي وصف على هاي النقطة السابعة، عفوا النقطة السابعة، لفظ الطهارة لم يرد في آية أو رواية متعلقا بالأمر المخصوصة. بني يريد يقول هو نفس الشيء، يعني فالشيء مفهومي، يقول لا يعني يقول أنه هذا مفهوم عام لا يحتاج إلى تخصيص، لا يحتاج إلى تعريف. النقطة الثامنة بني شوف الجو والطهور، لا نرجع نجي هسه نجي لا تستبقون لحظة والطهور بفتح الطاء، الطهور هو الماء والتراب، والطهور بفتح الطاء الماء والتراب. انتقلوا إلى ماذا يقول المعلق رقم 7: الطهور
من صيغ المبالغة، هذه شرحناها في الدرس السابق، ومعناه الطاهر المطهر لغيره بلا خلاف فيه بيننا، كما عن الخلاف، يحكوا كتاب اسمه الخلاف لأبي الصلاح الحلبي من فقهائنا، فهناك ذاكر أنه ليس هناك خلاف بيننا يعني بين فقهائنا من أن الطهور من صيغ المبالغة، ومعناه الطاهر المطهر لغيره، يعني معناه استعمالا متعد يتعدى إلى غيره كما شرحنا في الدرس السابق. وهو المنقول عن أئمة أهل اللغة، أئمة أهل اللغة العربية أيضا يؤكدون ذلك، أن الطهور من صيغ المبالغة ومعناه الطاهر والمطهر لغيره. وعن أبي حنيفة، هنا الآن يذكر رأي المخالفين، وعن أبي حنيفة والأصم وأصحاب الرأي إنكار ذلك. ليش؟ شنو يقولون؟ وجعل الطهور بمعنى الطاهر فقط. يقولون لا، معنى الطهور هنا الطاهر فقط، مو المطهر لغيره. إيه هو فقط طاهر، مو يطهر غيره. بدعوى، شنو حجتهم في ذلك؟ أن فعول للمبالغة فلا يكون متعديا، فعول كما ذكرنا هو من صيغ المبالغة، طهور على وزن فعول، فهو لا يكون متعديا لغويا، ولكن هنا شرحنا أنه صحيح أنه لغة غير متعد، أما بحسب الاستعمال متعد. وضربنا مثالا على العكس بالنسبة إلى الأكول الذي هو بالأصل متعد، ولكن ماذا بحسب الاستعمال؟ لازم العكس. بدعوى أن فعول للمبالغة فلا يكون متعديا، وللاستعمال فلا يكون متعديا وللاستعمال، كقوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يستدلون بهذه الآية، يقولون وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا الذي سيسقيهم الله تعالى في الجنان، ليس معناه أنه يطهر غيره، لا، وإنما مبالغة في أن هذا الشراب طاهر، يعني طاهر مضاعف إنجاز التعبير، طاهر دبل. أحسنت. وقول الشاعر، هذا هم يستدلون بأقوال بعض الشعراء، وطبعا هذا بحث أكو في اللغة، أنه قول الشعراء، شعراء العربية واللغة، حجة إجمالا، لأنهم يستخدمون الفصحى في لغتهم. وقول الشاعر طبعا على بحث في ذلك، لأنه ممكن أن يستخدمون بعض الكلمات المنقولة من اللغات الأخرى. وقول الشاعر وريقهن طهور، أيضا بعض الشعراء يعبرون بهذا المعنى، فيقولون والريق لا يكون مطهرا للغير. الآن هذا كله كيف نرده؟ بعبارة واحدة يذكر المعلق، مردود، يعني كل هذا مردود بما هو منقول عن أهل اللغة، ما دام أهل اللغة وهم أعرف باللغة العربية قالوا، أهل الاختصاص، أن الطهور طاهر ومطهر لغيره، فنحن ماذا نسلم بذلك؟ وطبعا هناك ردود أخرى، ولكن بل أهل اللغة العربية، ولكن لا يأتي عليها المعلق لأنها تطول، والردود الأخرى مستفادة من روايات أهل البيت صلوات الله عليهم الذين أوضحوا أنه طاهر مطهر لغيره. معاني كل كلمة في اللغة العربية تارة تأتي هنا بمعنى، طبعا معنى الوصف، المبنى على الوصف المجرد. بلي، لا، البارحة هم ذكرنا سؤال هذا السؤال، أنه الآن نحن
في الحديث عن استعمال طهور مشروط بالنية، يعني الذي نستبيح فيه الصلاة، ولم نأتي على ذكر باقي الأمور. والطهور بفتح الطاء هو الماء والتراب. طبعا هنا هنالك خلاف، وهذا الخلاف كان قديما، وحاليا استقر الرأي على هذا أنه كل الأرض طهور مو فقط التراب، مو فقط التراب هي الطهور. مثلا المدر، المدر يعني الطين اليابس، هذا أيضا طهور، طهور بمعنى أنه ممكن أضرب عليه وأمسح أتيمم. لا لا، السجود موضوع آخر الآن، الآن في شرائط صح، نحكي عن الطهور. الجص مثلا، شنو عندنا أيضا؟ الصخر. الجص أيضا. فهذا على قول المتأخرين أنه مو فقط التراب، أما حسب ما يظهر من الماتن أنه يعتقد بالتراب وحده، قسم من الفقهاء أيضا يعتقدون بالتراب. هو الآن رح نجي أيضا على الاستدلال، هو الشارح هم يستمر في بيان ذلك. والطهور بفتح الطاء هو الماء والتراب. انزلوا إلى التعليق رقم 8. الطهور وعن أبي حنيفة والأصم وأصحاب رأي إنكار ذلك، وجعل الطهور بمعنى الطاهر فقط، يعني خلينا نقترب الماء طاهرا فقط، يعني على وزن الفعول، فلا يكون متعديا والاستعمال. هو من حدده، من حدده أبو حنيفة وجماعة قالوا هذا الطاهر فقط، خلينا نقول هذا المي. يعني يقول مي طاهر غيره، مي غسل غيره. لا لا، هم يقولون يطهر غيره، أما هم يتنازعون في المعنى اللغوي. فقط باللغوي. بالي في المعنى اللغوي. وهذا هم تترتب عليه آثار، هسه بعدين إن شاء الله نذكر. هم تترتب على أثار، يعني هم أيضا في فتاواهم يختلفون عنا في قضايا الطهارة، والسبب أن هذا المعنى اللغوي لا يعني يجعلونه لللفظة كما نجعله نحن. أما من ناحية أنه مطهر فبلا بالنسبة إليه، أما دليلهم دليل آخر، مو اللفظ اللغوي، يعني مو أنه اللفظ اللغوي هو يكفيهم. باري 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 باري، يعني شبيه بنا، شبيه. لا لأنه بالي شلون طبعا، ولهذا تداول أكو آثار بعدين سنأتي عليه، أكو فروقة بل حتى بماء النبيل، يعني حتى بالماء النجس مو الماء المضاف. التعليق 8. الطهور بمعنى الطاهر المطهر، اللي بهذا المعنى مو بالمعاني الأخرى، مثل الآية الكريمة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إذا أردنا الطهور بمعنى الطاهر المطهر فهذا المعنى منحصر في الماء والأرض. خوش. أما الماء، بس شنو الدليل؟ هذا حتى الآن تبدأون من الآن كل واحد يفتح ذهنه ومداركه لاستيعاب الأدلة، يعني بداية تذوق الصنعة الفقهية، كيف الاستدلال، الفقه الاستدلالي كيف يكون. أما الماء لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، شوفوا هنا المعنى في هذه الآية طاهر ومطهر لغيره، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وكذلك قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به،
هذه ليطهركم به تعدي أم لا؟ يعني الماء طاهر ويتعدى عليكم يطهركم استعمالا، أحسنتم، ليطهركم به، به فواضح. وما يتطهر به لا بد أن يكون طاهرا في نفسه، مسألة بدهية لا تحتاج إلى نقاش. وإذا ثبت طهورية ماء السماء، ثبت طهورية جميع أقسام المياه. لماذا؟ الآن يوضح. لأن الجميع من ماء السماء، المياه الجوفية، مياه الآبار، مياه البحار، مياه الأنهار، أصل الخليقة من السماء، من السماء. وذلك لقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، أسكناه خزناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون. نعوذ بالله، اللي الآن مشكلة العالم في نقص المياه، يوم عن يوم المياه تنقص، مياه الشرب الصالحة للشرب. ها؟ حتى هنا في بريطانيا لا إله إلا الله، كل هذا المطر هم عدم، هم عدم المشكلة. وإنا على ذهاب به لقادرون، نعوذ بالله. وفي السنة، هذه الأدلة القرآنية، وفي السنة أدلة روائية عن أهل البيت عليهم السلام، أخبار كثيرة منها ينتقي بعض الأخبار، بعض الروايات للاستدلال على المطلوب. صحيح ابن فرقد، هذه الرواية صحيحة، حينما نعبر بصحيح فلان يعني رواية صحيحة، نعبر عن مقبولة فلان الرواية مقبولة، محسنة فلان رواية محسنة، مشهورة فلان رواية مشهورة وإن كانت ضعيفة السند. مثلا صحيح ابن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه، كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض إلى هذه الدرجة. وقد وسع الله تعالى عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا. هنا محل الاستدلال، يعني حقيقة هذه الأمة الله تعالى وسع عليها كثيرا من الأحكام، كانت صعبة على الأمم السابقة، على يعني المسلمين في السابق. لا يعني القرض بمعنى أنه مثلا خدش الجلد أو شيء من هذا القبيل، مو القرض بمعنى يعني إخراج الدم، وإلا ماكو فائدة. لا شايفين مثلا أحيانا تطلع، لا مثلا مثل الدمل أو مو الدمل، شنو نقول، أحيانا يصير في الإنسان أنه يطلع خصوصا من منطقة الأظافر لحم أو قيبلي، يعني جلد فيزال طبيعي، يعني يكون شيء زائد على البدن، شيء من هذا القبيل كانوا يفعلون. يعني الله العالم أحدهم قطعة بودن وسقط عليه، أي يضطر أنه مثلا يحكها بهذه الطريقة، والتعبير قرضوا لحومهم بالمقاريض من يعني تعابير المبالغة، يعني حتى يذهب البول، يذهب النجس. وقد وسع الله تعالى عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء ظهورا. هنا يعلق أيضا يقول: فما عن سعيد بن المسيب أنه لا يجوز التوضي بماء البحر. سعيد بن المسيب أحد الفقهاء أو التابعين على تعبيرهم، وفي أمره تنازع، في أمره تنازع، قسم يقولون أنه كان شيعيا مواليا، قسم يقول أنه كان ناصبيا مخالفا، ولكن بلي فرق كبير، كثير من رجال هو هذا هناك مدفون؟
لا ما صار. لا 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 ما صار، هذا كان بالمدينة. هذا يا اي لا بالمدينة ما صار، في شخص آخر. لا لا ما لا 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 ما صار ما صار. سعيد بن المسيب فبه فيه اختلاف، فيه اختلاف، فقسم يقول أنه شيعي موال، وقسم يقول أنه ناصبي مخالف. الأظهر عندي حقيقة أنه لا، كان مخالفا، كان مخالفا، لأنه هذا يتضح بشكل واضح من آرائه الفقهية. من جملتها هذه مثلا أن التوضي بماء البحر لا يجزي. ممكن ممكن، بس لا أنا ما أنقل فقط هذا الرأي من قبله، لا يعني مجموعة آراء، فالتحرك العام يعني المحيط العام لا يوحي بأنه من الموالين، لا يوحي بأنه، وإن كان يمتدح الأئمة بعض الأحيان، وإن كان يصل في خدمة الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، كان معاصر لزين العابدين وللباقر صلوات الله عليهم، وإن كان ممكن تتلمذ على يديهما مثلا في بعض الأحيان أسوة بأبي حنيفة مثلا أيضا تتلمذ، أما محيط العام تحرك العام ما خرجت منه من آثار من فتاوى من آراء من يعني تحرك العام في خط التاريخ لا يوحي بأنه من الشيعة الأبرار، يعني فرق شاسع بينه مثلا وبين أبي حمزة الثماني مثلا، أو بينه وبين أبو بصير، أو مثلا زرارة بن أعيون أو غيرهما. لاحظتوا يعني الإنسان لازم شوي يكون عنده تدقيق نظر بالنسبة إلى هؤلاء. فما عن سعيد بن المسيب أنه لا يجوز التوضي بماء البحر، وعن عبد الله بن عمران التيمم أحب إليه، فلا يكون ماء البحر مطهرا للغير مردود بما سمعت، يعني بما بلغك أيها القارئ، هذا كله مردود. ولخصوص قوله عليه السلام في خبر معتبر عندما سئل عن الوضوء بماء البحر قال هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، وماء البحر واضح أنه الحل ميتته. وأما الأرض فلقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذا هم استدلال آخر على قضية أن الأرض طهور. وللأخبار استدل هنا بالآية الشريفة، والآن يستدل ببعض الأخبار، منها خبر أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله فضلت بأربع، يقول أنا فضلت بأربع، خصصت بأربعة أحكام جعلها الله تعالى لي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل وأيما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا وطهورا. واحدة من هذه الأربع أمور التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله أنه بسبب يعني كرامتي على الله تعالى، الله أجاز لأمتي أن يتطهروا بالأرض عوضا عن الماء حين فقده. كرامة الرسول جعلت لي صح. إيه جعلت لي يعني بسببي، لا لا هنا لي مو بمعنى أنه لي وحدي، مو بمعنى الحصر، مو لام الحصر، وإنما جعلت لأجلي، هنا لام الأجلية أو لام السببية، هي كرامة لرسول الله. بلي كرامة لرسول. بس ما يختص الحكم هنا في رسول الله. لا ده أقول هذه اللام مو لام الخصوص أو مو لام الحاصرة، يعني جعلت لي يعني جعلت لي لأجلي لكم الأرض مسجدا وطهورا، لا لأنه الآية واضحة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أتوقع سنة كل إشكال في شفاء الرسول شو ينسلكم. لا لا هذا يعني شوفوا تحليل الرواية إلى طهور أو
الظهر يعني كالوضوء والغسل، يعني بالذات بالنسبة إلى رسول الله والمعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم، فلا يمكن أن يعني نفتي أو نحكم بحكم بضرس طابع، لأنه الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم يعني تكاليفهم وأحكامهم وعباداتهم ومعاملاتهم الشريعة التي يتعبدون بها تختلف تماما عنا، التكليف الواقع عليهم يختلف عنا. ما نقدر يعني نتدخل، دولة أنوار بعد مقامهم عالي ما نعرف. يعني هسه إذا واحد يسأل مثلا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله يحتاج إلى الوضوء للشروع في الصلاة، لا نقدر نقول نعم ولا نقدر نقول لا. ما نعرف، يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا، هم طاهرون مطهرون. يعني الله العالم، الله العالم، الله العالم. لا بغض النظر عن هذا، يعني هنالك بحث أساسا أنه هل تقع التكاليف بعينها، الحدود الشرعية الأحكام الشرعية تقع بعينها، يعني رسول الله وأهل بيته الطاهرون صلوات الله عليه مكلفون بها كما نحن، يعني بضرس قاطع ما نقدر نقول لا نعم ولا لا. الأمر يبان عند ظهور الإمام صلوات الله عليه، ولهذا شواهد أيضا، يعني مثلا بعض ما هو حلال علينا يصبح حراما علينا، مثلا إحنا فعل المكروه بالنسبة إلينا حلال مكروه أما حلال، أما بالنسبة إليهم حرام، لا يفعلون المكروه. ومثلا نحن وبعض الأمور حرام علينا تصير حلال علينا، مثلا إحنا لا يجوز أن نتزوج بأكثر من أربع، أما هم فيجوز إذا اقتضوا مصلحة. حكم الزواج هل هو مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الذي مارسه عمليا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما لا يمنع أن يمارسه أي من الأئمة صلى الله عليه وسلم، لأن عنده ولاية التشريع، يعني يشرع لنفسه، ولاية تشريعية يعني يشرع لنفسه يضع أحكاما. وقد يجوز يعني في منطقة الولاية التشريعية، إذن نقدر يختلف. احنا قلنا يختلف، اما الان كلامنا في نفس شريعتنا فيما نتعبد به الان، هل هو مكلف به، يعني هو اوجبه ايضا على نفسه من الله تعالى ام لم يوجبه؟ الله اعلم. بضرس قاطع ما نقدر نقول لا هنا ولا هنا. لا ما لا لا لا, لا ما. غاية ما هنالك انه الذي يفهم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرون المعصومون الأربعة عشر تحديدا، يعني حتى بعض أتصور الأنبياء خارجون عن ذلك، المعصومون الأربعة عشر تحديدا صلوات الله عليهم بسبب نورانيتهم ومقامهم العالي وما منحهم إياه الله تعالى، فيعني يختلفون عن سائر الخلق في كل شيء، في كل شيء. مثلا أيضا مثال آخر على قضية أن أمور جائزة بالنسبة إلينا حرام عليهم، يجوز لنا أن نتزوج أكثر من واحدة، أما في فترات معينة بالنسبة إليهم كان حراما، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله لم يجوز له أن يتزوج على خديجة في زمنها، وكذلك علي أمير المؤمنين على فاطمة صلوات الله عليه. يعني شوفوا القضية مغايرة، الصدقة تجوز علينا لا تجوز عليهم وغيرها من أمور السادة. لا 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 لا، الصدقة المستحبة على السادة ما بها إشكال، أما الصدقة المستحبة عليهم لا لا، الصدقة الواجبة، أما الصدقة المستحبة على السيد ما بها إشكال. نعم الأولى يعني الأحوض أو أكثر إكراما لذرية رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى الفرد بعنوان هدية، أما يجوز، أما نفس صدقة المستحبة تجوز على رسول الله وآل بيته الطاهرين؟ لا تجوز. جاء رجل وأعطى تمرة
تجربة سلمان للحسن صلوات الله عليه وهو صغير، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: كخ، إنما هي أوساخ الناس. ونحن يعني مضمون الرواية أن الفارسي جاء ليتحقق من نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده لهذه هم رواية أخرى، جاء ليتحقق فقدم شيئا بعنوان الصدقة فرفضه. طب ومما يدل على حصر الطهور بالماء والأرض خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يعني سؤالها في الرجل، يسألون الصادق صلوات الله عليه، في الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة؟ اللبن الحليب. فقال عليه السلام: لا، إنما هو الماء والصعيد فقط، الماء يعني الماء الخالص الماء المطلق، والصعيد اللي هي الأرض. فهذا يدل على حصر الطهور بالماء والأرض، يعني الماء المطلق مو الماء المضاف. قال الله تعالى فوق صفحة 29: قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهو دليل طهورية الماء، والمراد بالسماء هنا جهة العلو. وقال النبي صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهو دليل طهورية التراب. التعليق رقم واحد دققوا فيها. قال الشارح: هذا الحديث أورده الأكثر كما ذكره المصنف، وعليه لا يطابق ما أسلفه من جعل أحد الطهورين هو التراب. ليش؟ لأن الأرض أعم منه، أعم من التراب. فيفترض أن يقول الماتن في الصفحة السابقة ماذا قال؟ قال: والطهور هو الماء والتراب. فهنا يشكل الشارح، يقول يفترض أن تقول هو الماء والأرض، الرواية تقول بين، فيقول: لأن الأرض أعم منه لشمولها الحجر والرملة وغيرهما من أصنافها. وزاد بعض الرواة فيه، يقول في هذا الخبر نفسه الذي نقل: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وترابها طهورا. وكان الأولى للمصنف ذكره كذلك ليوافق مطلوبه، أو تبديل التراب أولا بالأرض ليطابق ما رواه كما لا يخفى. هنالك روايتان، رواية تقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ورواية أخرى تقول: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا. فمن هنا نشأ الاختلاف بين الفقهاء، قسم يقول أن التراب وحده هو الطهور، قسم آخر يقول الأرض كلها طهور. فهنا يقول الشارح، يقول: أنت أيها الماتن ذكرت وأن الطهور هو الماء والتراب، وحينما جئت للاستدلال ماذا ذكرت؟ ذكرت الآية الشريفة: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا بالنسبة للماء، وذكرت الحديث الشريف وقال النبي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أنت ذكرت هنا الحديث الذي بلفظ الأرض، فيفترض إما أن تبدل الحديث، يعني تذكر الحديث الثاني تقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، وإما أن تبدل التعريف تقول: والطهور هو الماء
والأرض. صار واضح؟ أقول هنا المعلق يقول صفحة 30 ما زلنا في التعليق الأولى. أقول ففي خبر جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله عز وجل جعلت لك ولأمتك الأرض كلها مسجدا وترابها طهورا. وفي آخر يعني في حديث آخر أو خبر آخر جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا وهو دليل طهورية الماء. والمراد بالسماء هنا جهة العلو. وقال النبي صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. صفحة 30 وهو دليل طهورية التراب. وكان الأولى إبداله بلفظ الأرض كما يقتضيه الخبر خصوصا على مذهبه من جواز التيمم بغير التراب من أصناف الأرض. الشهيد الثاني يقول الشهيد الأول مذهبه كما ظهر من كتب أخرى من مصنفاته أنه يجوز التيمم بمطلق الأرض. بل المتأخرين هكذا لا يعني أصناف الأرض. أصناف الأرض الاسمنت هو ما يعد من أصناف الأرض. الاسمنت في مواد كيميائية في مواد كيميائية على السمنت ما سامع أنا. ما أنا ما سامع ما أدري ما أدري أكو أي شيء أحد سامع ما أصور لأن السمنت مواد كيماوية كيميائية ما شكل مو إذا يكون مواد كيميائية إيه إيه عندنا معلومات مو بي مواد كيميائية إنتاج المعمول صحيح وإذا ما استخدمه في البناء صحيح. هو السمنت شنو أساسا من شنو مصدره؟ حجر خاص ويضيفون بالي ما يضيفون ما إيه لا يضيفون مركب إيه مركب مشي أنا حسب ذهني أنه بيوار كيميائية بالي من فضل ما يمدح حجر. لا إذا السمنت الآن إذا السمنت الآن يعني يجوف ما هم واحد يخلي على ماء ما يرجع حجر يرجع على لا 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 قصدي يرجع تراب شوفوا اكو مسألة هنا انه حينما نقول التيمم يعني التيمم على ما في الارض. لا دققوا في هاي المسألة. التيمم على ما على الأرض يعني الأشياء الطبيعية مو ما مستخرج من الأرض مثلا. لا 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 لا, 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 لا. يعني أشياء اللي تكون مما على الأرض طبيعية. فالإسمنت الصور يستخرجونه بكيفية خاصة والله العالم. هذا يحتاج نسأل به الفقهاء. إذا جلنا يا باشر يزيدنا معلومات. لا بس لا بس جيد. أنا ما شايف. خب فالماء أتصور بعد ما نقدر نكمل هذا المقطع. مضت الساعة. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. شفنا مصلى المطهر من الحدث. إيه. حكموا على هنانة. أي ساعة.